إلى أي مدى تجاري الفتاوى الدينية العصر الذي نعيش به؟ أو هل منكم أو منكن من كان عرضة لتحرش جنسي؟ هل أنتم من النوع الذي يفضل العمل مع شريك في مكان واحد؟ ما هي الاحتفالات أو الأعياد التي كنتم تشاركون فيها وأنتم سنجد؟ هل هذه الرقابة موجودة في بلدانكم؟ هل تفضلون العزلة؟ أحلامكم هل تتحقق على أرض الواقع؟ هل لديكم وصفاتكم الجاهزة والمضمونة للسعادة؟ هل أنتم من الناس الذين يخططون للمستقبل؟ هل من عبارة تستخدمونها عندما تكتبون رسالة للحبيب؟ ما هي الآداب العامة؟ تابعونا وشاركونا الحوار.